رائحة خطر قضت على اعتيادية يوم دراسي جديد كانت تنتظر المدرسة الثانوية بالبديع بدءه مع طلابها. إنذار من نوع خاص، إذ أن رائحة التماس كهربائي نفاذة قالت أن المكان يستعد لكارثة قد تكون قاضية للكثير من الأحلام إلا إن تدخلت ألطاف الرحمن. عكس التيار، تصدر ثلاثة طلاب الحدث متجهين إلى صندوق الكهرباء لقطع التيار الكهربائي أثناء توجه مدير المدرسة لطلب المساعدة من فرق الصيانة المتخصصة. أمجد، زياد وفارس لم يكتفوا بقطع التيار والركون إلى مقاعد الانتظار، فقد بدأ الثلاثة بفحص الأسلاك الكهربائية للكشف عن مصدر الالتماس، وهو ما نجح فيه الطلاب، فعزلوا الأسلاك المتلامسة عبر شريط لاصق مخصص للأسلاك الكهربائية. لما حضرت فرق الصيانة وانتقلنا إلى موقع الحدث وجدنا أن الأمور عادت إلى وضعها الطبيعي، اكتشفنا أن الطلاب هم الذين قاموا بمعالجة الوضع وبشكل احترافي جدا. شعرت مشاعر متضاربة، أن خوفا أولا على سلامة الطلاب، وشعرت مشاعر فخر واحتزاز بأبناء الطلاب وما قاموا به، فأنقذوا المدرسة وأنقذوا زملائهم من كارثة كانت ستحل بالمدرسة. لم يأتي فعل الطلاب من فراغ، فهم طلاب الصف الثاني الثانوي في مدرسة من خمسة مدارس في جازان ضمن برنامج تعليم وعمل الذي تنفذه وزارة التعليم بالشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني ووزارة العمل ممثلة بصندوق الموارد البشرية هدف، إذ يحظى طلاب المدارس المطبقة للبرنامج على فرصة دراسة مقررات منهج الدوائر الكهربائية والتوصيلات الكهربائية لمدة فصل دراسي كامل في يوم مخصص بالأسبوع يداوم به الطلاب بمقر المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني. البرنامج المطبق يترك للطلاب حرية الانضمام إليه، حيث يتيح للطلبة الذين لا يرغبون في تلقي المنهج العلمي الكهربائي بالانضمام إلى الشعبة الثانية في المدرسة والتي تتلقى المنهج في الفصل الدراسي الثاني. الكهرباء ممتع، والحاجة لتطبيقها أهم وأكبر من الحاجة للسماع لبعض المواد النظرية. صار في فرق معي في التعامل مع الكهرباء، صرت أتعامل معي مشكلة في البيت أو برا البيت بنفسي. تعلمنا في المعهد سيفتي إز فيرست، عشان كذا فصلنا التيار الكهربائي قبل البدء في المراحل اللاحقة. والكهرباء أصلا من هواياتي، وأحببتها أكثر بعد دراسة هذا المنهج، وأفكر إن شاء الله أتخصص في الهندسة الكهربائية. حكاية بعد أخرى تثبت أن طموح الطلاب لا يحده سقف، وأن قدراتهم بالتوجيه ستفوق المتوقع، وأنهم الجملة الأولى في التنمية.